السلام عليكم متابعينا الكرام، اخي الرجاوي اختي الرجاويه، لا تنسوا دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وفرجه ممتعه وشكرا لكم. نبداو عدد اليوم بخبر عنوانه مليار و800 مليون سنتيم لرفع الرجاء الرياضي لعقوبه المنع المؤقت من التعاقدات. وفي تفاصيل الخبر، غادي يحتاج نادي الرجاء الرياضي رسميا لمبلغ مالي مهم بقيمه مليار و800 مليون سنتيم لرفع عقوبه المنع المؤقت من التعاقدات قبل تاهيل مجموعه من اللاعبين الجدد، حيث بات الرجاء الرياضي ملزما بتوفير هذه القيمه الماليه للتخلص من احكام النهائيه صدرت ضد الفريق الاخضر في مرحله الرؤساء السابقين، الا انهم لم يلتزموا بادائها في الوقت المحدد. هذا ويتوفر الرجاء الرياضي على نزاعين دوليين على مستوى محكمه التحكيم الدوليه الطاس، الاول يخص اللاعب المغربي سيف الدين العالمي والثاني لمدافعه السابق سند الوفي للاعب الليبي، بينما يتمثل الحكم الثالث في اللاعب الليبي بيتر ويلسون. كما يلزم الرجاء الرياضي ان يؤدي احكام النهائيه الصادره من الجامعه الملكيه المغربيه والتي تتعلق بكل من حوائل السعدوي والمعيد البدني السابق الصبري واللاعبين يوسف الغربي ويوسف البكاري، بالاضافه الى محمود بن حليب. هذا اوكي سبق رئيس المكتب الجديد محمد بودريقه الزمن لتوفير مبلغ مالي مهم لاداء الاحكام النهائيه الصادره من طرف الجامعه الملكيه المغربيه والاتحاد الدولي بهدف تاهيل هؤلاء اللاعبين الجدد وهما عبد الله خفيفي وهاشم دومينغو، الى جانب لاعبين اخرين من المرتقب ان يتعاقد معهما النادي خلال قادم الايام ان شاء الله، في حين ينتظر ان يتوصل النادي باحكام جديده للاعبين اخرين سابقين غادروا النادي ولم يتحصلوا حسب تعبيرهم على مستحقاتهم الماليه، علما بان اول لاعب تواصل به النادي بحكمه هو اللاعب الرجاوي السابق عمر العاشون، وتصل قيمه مستحقاته الماليه الى 130 مليون سنتيم. هشام ابو شروان يصرح يجب ان نحضر الفريق للعوده من جديد الى السكه الصحيحه والمنافسه على جميع الالقاب في الموسم القادم. وفي تفاصيل الخبر، عبر هشام ابو شروان مدرب الرجاء الرياضي الحالي على رضاه التام على المستوى الفني والبدني الذي قدمه اللاعبون خلال اخر المقابله في المسابقه المحليه، حيث اشار بان فريقه يجب ان يعود من جديد الى السكه الصحيحه في الموسم الكروي القادم بالقول: لقد كنا نعلم بان خصمنا الدفاع الحسن الجديد لن يخسر اي شيء في المقابله عقب نزوله الى القسم الوطني الثاني، والذي نتمنى له ان يعود بسرعه في الموسم القادم. اما بالنسبه للمواجهه التي جمعت بين الطرفين فقد حاول الفوز فيها وهذا هو المهم. وتابع مدرب الرجاء الرياضي هشام ابو شروان: لدينا مقابله الدرب القادمه في كاس العشاء المغربي، واحسن تحضير هو ان تخرج بنقاط ثلاث والتي ستحفز اللاعبين والطاقم التقني، علما بانه في الشوط الاول ضيعنا مجموعه من الفرص السنحه للتسجيل وكان بامكاننا الخروج على الاقل بهدفين مقابل صفر. وواصل هشام ابو شروان كلامه بالقول: في الشوط الثاني عدنا بقوة وسجلنا ثلاثة أهداف في حدود نصف ساعة فقط، للأسف ارتكبنا مجموعة من الأخطاء الكارثية واستقبلنا من خلال هدفين متواليين، لكن الجميع قدم مقابلة جيدة حيث أننا قمنا بإشراك لاعبين الشباب. نتمنى كامل التوفيق للرجاء الرياضي مع المدرب الجديد والذي سيبدأ مهمه في الأسبوع القادم. على العموم أنا راض على مردود اللاعبين في المقابلة السابقة وأن أختم الموسم بأحسن ختام، وهذا يعود إلى العمل الذي قام به اللاعبين على مستوى التدريبات الجماعية. وفي خبر اخر عنوانه خطوه تقرب لاعبا بارزا من مغادره الرجاء الرياضي خلال مرحله الميركاتو القادم. وفي تفاصيل الخبر، رفض رئيس الرجاء الرياضي الجديد محمد بودريقه السماح والصفحة للمدافع المغربي محمد النهيري واعادته الى صفوف الفريق الاول من جديد، حيث كشفت مصادر خاصه من داخل اداره النادي بان هذا الاخير تجاوز الحدود الممكنه، حيث انه بخلاف اللاعب خط الوسط الحفيد عبد الاله الى جانب زكريا حداف ويسري بوزوق اللتين تم اعادتهما الى الفريق الاول عقب إحالته من المجلس التدريبي مسبقا، فإن مكتب الرئيس الحالي ألزم في المقابل محمد النهيري بمواصلة التدريب الجماعية مع فريق الآمال. هذا وكشفت المصادر أن اللجنة التدريبية لم تقتنع بالمبررة التي بسطها اللاعب الرجاوي محمد النهيري عقب تغيبه طويل على مجموعة من الحصص التدريبية مؤخرا، حيث أنها اتخذت قرارها في المقابل بتغريمه بقيمة مالية مهمة تصل إلى 5 ملايين سنتيم والإبقاء عليه في نادي بعيدا عن الفريق الأول. هذا ويرى مقربون من الرجاء الرياضي بأن حكم مكتب الرئيس الحالي محمد بوضيقة لهذا اللاعب الرجاوي محمد النهيري بخصوص استمرار تدريبه على مستوى الفريق الثاني تعتبر خطوة أولى وواضحة من طرف هذا الأخير بهدف التخلص منه خلال مرحلة الميركاتو الصيف القادم، لا سيما أن المدرب الحالي الألماني زينباور أكد بأنه يرغب في التعاقد مع اللاعبين آخرين في هذا المركز.
وفي خبر آخر عنوانه أفارقة جوج ديال التحقون رسميا بالرجاء الرياضي قبل نهاية الموسم الحالي. وفي تفاصيل الخبر التحق لاعبون بريزون أفارقة من جنوب الصحراء بمركب الوسيس مع باقي اللاعبين الرجويين في أفق الخضوع لتجربة مع فريق الآمال بهدف الوقوف على إمكانيتهم الفنية والبدنية والتقنية قبل نهاية منافسة الموسم الرياضي الحالي، وذلك في إطار تغييرات وتبديلات التي يرغب مكتب الرئيس الحالي محمد بودريقة في القيام بها على مستوى الفريق الأول وفريق الآمال. هذا وجاء حضور هؤلاء اللاعبين الأفارقة من جنوب الصحراء إلى مركب الوزيز بالنظر إلى السياسة التي وضعها المكتب الجديد عبر تنقيب وجلب مجموعة من المواهب الكروية الإفريقية بغية الاستفادة منها في قادم المواسم الرياضية على مستوى المسابقات المحلية والإفريقية والعربية إن شاء الله. وفي هذا السياق يشار إلى أن المكتب الجديد بقيادة الرئيس الحالي محمد بودريقة دخل مرحلة الميركاتو الصيفي لهذا الموسم بقوة من خلال تعاقد مع مجموعة من اللاعبين، ولعل أبرزهم المدافع المغربي عبد الله خفيفي وهاشم دومينغو اللاعب الجنوب أفريقي لمدة موسمين كرويين.